فادي فادي. تفضلوا تفضلوا يا جماعة، أهلا وسهلا فيكم. تفضل عمو. تفضل. شو يا أبو نورس؟ بصير هذا اللي صار قدامك؟ قدام عيونك النسوان صوت عم يعلى على الرجال؟ بصير؟ هي آخرة التربية. حاجة تكز على ستارك أحسن ما يطلع. تفضل. أهلا وسهلا. كل عام وانت بخير حبيبي. كل عام وانت بخير. هي دكتور تفضل. بسيطة. روحي. لك روح بقى. منيح اللي راح وريح. علي دكتور. ألف مبروك يا عروس. ألف مبروك. تفضل الله يبارك فيك. علي عمو. يا عمو. عادي حلويت. أهلا وسهلا. معروف على وصول عمو. فادي. لك فادي. اللي شو؟ أنا ما عم ناديلك؟ عم تناديلي اللي شو عندك؟ خلص يا ابني طول بالك يا حبيبي. انبسطت باللي صار فوق؟ يا ابني لا انبسطت ولا شيء، خلص. خلص شو؟ ما بدي اطلع، خليك أنت مع عائلتك وأنا رايح، يلا. شرفت؟ وين راح فادي؟ شو وين راح فادي يا معروف؟ شو وين راح فادي؟ تعال شوف بنتك شو عملت فيه؟ طول بالك أخي طول بالك، تعال تأخر على شو. شو صار؟ أنت أكيد عم تمزح معي معروف. سلام. الو الو، كيفك استاذ؟ مين ابو احمد؟ مقبره. اهلين يا ابو احمد، كيفك؟ ليكو اجا استاذي. اجا معروف. يلا جاي لعندك فورا، خلي عينك عليه. يعطيك العافية. الله معك الله معك يا إياد. وشك على المقبرة. يعطيك العافية. كيفك؟ لساته جوا؟ ايه ليك استاذ.
فكرتك ميت. ليه ما عم تنظف حوالين القبور؟ لأني أول مرة بجي لهون. شو هالصدفة؟ صدفة. صار لي سنة عم بدفع له راتب للحارس مشان يقول لي إيمت حضرتك بدك تجي لهون؟ وجاي تقول لي صدفة. ما قلت لي إيمت بدك تلحقون؟ مطول. كثير منيح. معناها وفرت علي تعب ودفع وقضاء. شايف يا معروف؟ شايف شلون الدنيا لفت ورجع كل شيء لإلي؟ معقول لسه قاتل حالك على البيت والمنشرة؟ على فكرة يا معروف، هدول ما بيطلعوا نقطة ببحر اللي عندي، بس بدي المنشرة والبيت مشان أبوك يعرف حتى وهو ميت إنه نورس الكببلي هو اللي رح يكفي. رح أتعالج. رح تتعالج. اسمك هون وهون، شو رأيك تشوف لك قبر من هالقبور وإلك علي أنا أدفع لك حقه؟ معروف، لسه ما خلصت. طبعاً ما صار شي من اللي كان بده اياه معروف.